اليوم اتمنى مع سيد الرئيس المجلس الزيادة فريق أول عبد الفتاح البروان عرضت له مسألة تنفيذ اتفاقية بتاع جوبا اتفاقية السودان وكيف اتفاقية وقابلنا مع الرئيس وناقشنا مسألة بتاع منية الموجود بموجب اتفاقية لحن البن الأول لوقومة تنفيذ وقومة تمة من أصاب الأيات في تفاقية الترابنية وناقشنا وأكد سير رئيس اللجان الألمانية جالسا لوصول لتكتوير أمنية بعدها يعدل الموقعات تجمع القوات في دارفور أو في منطقتين في نيل أزرق وأكد التزام الحكومة لتنفيذ التفاقية وبعدها طلعنا على تنفيذ اتفاقية منشدة بتاع دور السودان لحن السودان داما وطلعنا سير الرئيس مع تم في اتفاقية جنوب السودان لتنفيذ اتفاقية منشدة بين جنوب وكان رئيس الرئيس التنفيذ كله ماشي بحال بحل جيد جدا وطمناه لحن العوضاء في دول جنوب السودان ما في حرب الوضع مستقرة وكل ما تم بموجب اتفاقية تم تنفيذه وكون الحكومات وبعدها ماشيين مجالس الولايات وكل الامور في دول الجنوب ماشية بطريق افضل ونحن اكلنا لا بين دولتين والودود المشترك بين الجنوب والشمال وناقشنا الوضع في مجال البترول والحنا بترول, بترول بكوب اراضي السودانيه لحد ما منطقه البحر الاحمر واكلنا الرئيس نحن المعوقات الاساسيه عن برامج البترول بترول كل الشركات يواصل شغله في كل فلوج جو ويونيتي لأن كل المساجد بترول يقوم من البحر الأحمر يمشي مناطق بتاع إنتاج وأكر رئيس الحنة بترول ما فهم يشترك بين الشعبين بين الشعب الجنوب وشعب الشمال ونحن أكلنا جازية سير رئيس البكير وحدينا رسالة من سير رئيس البكير من رئيس جمهورية جنوب السودان